كثر في النساء اليوم أنهن يبحثن عن أسماء غير مألوفة لتسمية المواليد الإناث خاصة، ومعظمها تكون أسماء أعجمية لا يعرف لها معنى بالعربية وتكون منتشرة لدى المسيحيين، فما حكمها؟ طيب الرجال، حتى الرجال ترسلون، ليش على النساء فقط؟ الرجال والنساء يعني مشتركون تصور في هذه القضية وهي اختيار الأسماء. المهم أن يكون الاسم حسنا، هذا أهم شيء، مو بالضرورة أن يكون الاسم عربيا. يعني يوسف، من اسمه يوسف؟ هنا اللي اسمه يوسف يرفع ايده. طيب يوسف مو عربي، يوسف مو عربي، يعقوب ما هو عربي، إسماعيل ما هو عربي، زكريا ما هو عربي، كل الأنبياء اسمهم غير عربية إلا هود وصالح وشعيب ومحمد. إبراهيم ما هو عربي، اسمه مو عربي. فقضية أن الاسم لازم عربي، لا مو لازم عربي. نعم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، طيب نعم، لكن ليس بالضرورة أن الاسم لابد أن يكون عربيا، المهم أن يكون حسنا. طيب ثم اسم عربي ما هو حسن، سيء، اسم سيء، ما يجوز. وياك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى عمر بن الخطاب، يشكو عقوق ولده، قال إن ابني يعقني، فاستدعى عمر الولد، قال له إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه، قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأما، وأما اسمي فجعل، خنفسانة يعني يسميه أبو جعل، فهذا أساء إليه. فبالنسبة للأسماء سواء النساء أو الرجال، يعني الأب أو الأم إذا بيسمون عيالهم ما في مشكلة، اسم عربي اسم أعجمي ما في مشكلة، لكن لا شك أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، ويختار الأسماء الحسنة وتكون لها معاني حسن سواء في لغتنا أو في اللغة الأجنبية، ما في مانع أن يكون اسمه حسنا، ما في مانع إن شاء الله تعالى، حتى لو أعجمي شو المشكلة يعني، بس يفضل الأسماء العربية لكن ليس بالضرورة، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.